هيبته التي لا ينافسه عليها أحد، وقصته التي لا يرويها إلا فيصل الزاهدي أحد طباخيه الأشهر في المدينة والذي دخل مباشرة في الرواية. أهل مكة يسموه مديني، رز مديني، مشهورين بهذه الطبخة أهل المدينة. الطعم يفترق حوالي 50% عن العربي أو عن الكبسة. يبدأ المشوار باعتقال الخروف وتقييده بخيوط القنب من أجل الحفاظ على هيئته وهيبته من لهيب النار وجوره. النار تشتعل واللحم يتقلب بقيوده، وما أن يطيب بالهال والمستكة وجوزة الطيب حتى يذهب في غياهب القدر ليمنح إفراجاً مؤقتاً بين فترة وأخرى من أجل التمليح وجس درجة النضوج، بينما النار تقوم بواجبها تمضي مجموعة الأصدقاء التي نصبت مقاعد حول القدور في أحاديث يومها. سر النكهة للحم المديني اللي هي عبارة عن البهارات لتضبط اللحم النكهة ككل، بالإضافة إلى موية الكادي. هذا المدينة اللي على أصوله. الأروس بطل القصة الثانية، يجري العمل على تحضيره لاستقبال يليق باللحم فيخضع لاختبار تلو الآخر. بالنسبة للرز طبخ بالمرقة وعليه السمن البري، ما يتحمل أشكال من 10 دقائق، يعني بالكثير 10 دقائق، بس طبعا ما يتم غرفه إلا بعدها بساعة أو ساعة ونص، لأنه كل ما قعد في القدر وارتاح شوية الرز يجي نكهته أفضل. بعد توقف اللحم عن المقاومة نهائياً تسحب الشعلة من تحت القدر ليحمر بها الوجه ويضاف إليه السمن البلدي الذي ما أن يلامس وجه اللحم حتى يبدأ أغنية التكتكة. فراش الأرز جاهز واللحم الذي شبع ناراً وتطيباً يستلقي عليه ويطلق سراحه بانتزاع قيوده، ثم تهال عليه المكسرات. الأرز المديني بكامل حريته، لكنه لو عرف ما ينتظره لاختار البقاء معتقلاً بالتأكيد.